الحالة الثالثة من كورونا. أنا ضد كلمة قرار، احنا بنقول إن احنا في وباء، الوباء ده موجود يشهد حد زيادة في الأعداد ونقص في الأعداد، لكن إذا كنت تقصد في زيادة في الأعداد، نعم نلاحظ زيادة في الأعداد على مستوى العالم، ومصر ليست بمنع على العالم، في برضه زيادة في الأعداد الموجودة، وبنقول إن العامل الأساسي فيها هو تغيرات الجو كويس وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ما بنلومش الناس ولا بنحملهم أكثر من طاقتهم، طول فترة الإجراءات الاحترازية تؤدي إلى بعض الملل، لكن بنقول للمصريين إحنا داخلين على أيام فيها تجمعات، توقف اللي جاي لينا إن إحنا عشان نوصل لمرحلة الأمان هو التزامنا بالإجراءات الاحترازية. نلتزم بالإجراءات الاحترازية ونتجنب التجمعات، وإن شاء الله الأرقام هترجع تاني لمعدلها الطبيعي. هل في أعراض جديدة ظهرت؟ من ساعة ما ظهرت الكورونا في ديسمبر 2019 ولم تظهر أعراض قديمة. من المعروف على هذا الفيروس أنه يصيب الجهاز التنفسي أساساً، أنه يصيب الجهاز التنفسي الكلي والسفلي، يصيب المخ، يصيب القلب، يصيب الجهاز العظمي، يصيب الكلى، فلم تظهر أعراض جديدة. إن كان في بعض الزيادة في أعراض معينة في فترة معينة قلتها نتيجة التسليط الإعلامي على هذه الأعراض، ولكن هي الأعراض لم تتغير خلال هذه الفترة ولن تتغير.